في مرتبة الناس اللي نقدر نقول الفئة ألف في المشاهدات في مصر، وتأثيرنا الحمد لله رب العالمين بفضل الله، لأن ده نعمة من عند الله، شيء يتحاكى ويتحدث عنه الجميع. يعني بتبقى الأمور واضحة سواء من خلال أي مؤتمر الواحد بيروحه أو أي مكان، أو من خلال أي تواجد عام أو خاص، أو من خلال الرسائل. لكن أنا اللي بيهمني الناس في الشارع، لان في اجماع ممكن يبقى عليك على السوشيال ميديا مدفوع، وفي ناس بتحاربك برضه مدفوعه، ولكن الناس في الشارع لما بتقابلك ولا تقابل ضيوفك وتتكلم عن الجهد اللي مبذول في البرنامج والجهد اللي مبذول على شاشه قناه الشمس خلال الايام الثلاثه الاربع والخميس والجمعه، فده شيء بيفرحنا وبيخلينا دايما بنطور من نفسنا. ومهما كانت قسوتي مع زملائي ومساعديني، ولكن في النهاية النجاح لولاهم ما تحقق بفضل الله عز وجل أولا، ثم جهدهم، سواء فريق الإخراج، سواء فريق الإعداد، سواء المراسلين اللي هم مترامين الأطراف في كل مكان على مستوى الجمهورية، واستجابة المسؤولين لنا. وكان آخرها مد القيد 48 ساعة بدل من السبت 7/9 إلى الاثنين 9/9 في الدوري المصري والقسم الثاني، كان خير دليل شكرنا عليه الاتحاد المصري لكرة القدم والأستاذ جمال علام. شكل الدوري المحترفين به والكلام عنه، وهنتكلم الأربعاء القادم إن كان في العمر بقية والخميس والجمعة في شكل المسابقات، والتعاون شيء يشكر عليه أيضا الحاج عامر حسين المشرف العام على المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم. ننتقد الناس ولكن في النهاية بنتعاون معهم ويتعاونوا معنا. وبصراحة يعني شايف كم من الأحقاد بيزيد، وأنا مش حابب أتكلم عن ده، لأن دايما أخذ من كلام الإمام الشافعي: اصبر على كيد اللئيم فإن صمتك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. ولكن اللي أنا عايز أقف عنده لدقيقتين، إنك أنت قول الوقت كتائب بتتهمني إن أنا بحارب الزمالك وضد الزمالك، ويأخذوا من كلامي كلام مقصوص، يعني أنا الوحيد في الوطن العربي الذي تواصل مع سيف الدين الجزيري. وانا على فكره انا طلبت من سيف الدين الجزيري وهو متابع ليا، انه لو تكرم وكتب ذلك، قال لي بعد يوم الاثنين عندهم مباراه جامبيا تونس وجامبيا في جامبيا ربما يحدث ذلك، لاني لما يكون في شيء ايجابي ما حدش يقدر يخبيه، ولما بيكون في شيء سلبي مين يقدر يخبيه. دي حاجة. الحاجة التانية، إمام عاشور حديث مصر والانفراد اللي أنا عملته امبارح، النهاردة حتى أحمد مدبولي الرجل المحترم مشرف الأمن الكل يتسابق للحديث معه ولم يظهر إلا مع العبد لله عبد الله مدبولي. فتخيل أنت الرجل مشرف الأمن المحترم عم عبد الله مدبولي أو صديقي عبد الله مدبولي قبل يخرج معي والإعلام كله تحدث معه، خدنا ساعة لعشرة في موضوع إمام عاشور، وتحول إلى ترند وانفراد. كان قبل يقول لك لو راجل اتكلم في موضوع إمام عاشور، يا ابني بتحكمنا ضوابط وأكواد وميثاق إعلامي، لا أستطيع أن أتهم أو أتحدث إلا بعد النيابة العامة ما تخلص من تحقيقاتها. خلصت من تحقيقاتها في فتوح اتكلمنا، خلصت من تحقيقاتها في إمام عاشور اتكلمنا. زي النهاردة الأخ هاني برزي، وده سؤالي الدائم للكابتن حسين لبيب ومجلسه، سنة مجمع عليكم الإعلام ولم يختلف معكم لا معارض ولم يختلف معكم حتى كاره، والناس سابتكم، اسألوا نفسيكم ليه حصل الانقسام الإعلامي عليكم؟ لسبب بسيط ممكن نختلف، ولكن زي هاني برزي الأمور تتفاخم في الزمالك بفعل فاعل، الناس تتصطنع إنها تضخم الأمور. يا عم تضخم إيه بس؟ يعني كده تبيع أخوك هاني شكري عيني عينك؟ تضخم إيه؟ أنتوا اللي حكيتوا، ده المراسل بتاعي مسجل لهاني شكري ومسجل لمحمد طارق. يعني وكبار المواقع المحترمة
من الوطن إلى القاهرة 24، إلى الإخوة الأفاضل في تلغراف مصر، الوطن العربي. هل الناس دي يا جماعة أسوأ حاجة بتواجه الزميل؟ وأنا دايما من المدافعين الأوائل عن زمايلي، ولا يمكن ان في يوم من الايام لا تلميذ ليا ولا زميل ولا استاذ اهنهم طول الوقت كل ما يتكلم حد في الزمالك يبدا كلامه بانه لازم يكذب الاعلاميين، لازم يكذب الصحفيين، الى ان فقدوا نص الناس او ثلاث ارباع الناس اللي بتايدهم، واعتمدوا على شويه هليبه على السوشيال ميديا. انا اقصد كلمه هليبه، هليبه في الميديا يعني، قاعدين يدافعوا بحماقة. وده عهد ولا وراح، مفيش احسن من الشفافية. طب ما طلعت اللي ناش ده بيان رسمي تقول مفيش خناقة حصلت ونقفل الصفحة ونحترم ذلك. فارجوكم يا جماعة، لا انا ضد الزمالك ولا انا ضد الزملكاوية ولا انا ضد الاهلي. طب تخيل النهاردة واحد بعت لي رسالة يقول لي انا عرفت انك انت مش راجل عشان ما اتكلمتش في خناقه الزمالك. طب انا اعمل ايه ان حضرتك كنت نايم او كنت بتاخد حقنه وديتك في الغيبوبه؟ ده انا اتكلمت ساعه وعشر دقائق يا راجل، والقناه الوحيده اللي اتكلمت بامانه وموضوعيه مع جميع الاطراف. طالع اهو اهلاوي متعصب جدا يقول لك لو راجل كنت اتكلمت في خناقه الزمالك. وواحد تاني يقول لو راجل كنت اتكلمت في موضوع امام عاشور. لما تيجي تعمل حاجه حلوه ما بيشوفوهاش، تعمل حاجة يقعد يصدوا لك، واخدين لي ترند، يا محمد تعالى قرا لي اسم مش عارف ايه، وجايبين لي عادل امام مركبينه لي في وهو في اللجنة ما عرفش يقرا الاسامي. ما الواد صرف عليه دم قلبي عشان يعلمني انجليزي، يعني هو ده كسوف؟ ما عرفش اقرا بولونيزا ده ولا اللي جايبينه، اعمل ايه طيبة يعني؟ ادعي ان انا فاهم؟ لا، اتعلم من ابني وده مش عيب. وعندنا مواويل يا جماعة والله العظيم، فاهدوا علينا شوية. لما ما يكونش حد شايفني تحس ان يقول لك برافو الدنيا اليومين دول الحمد لله متصدرين. طب ما زميلنا هاني حتهوت ومن اعز اصدقائي مكسر الدنيا في ملف الزمالك، اشمعنى انا لما اتكلم في الزمالك يا الشتم؟ اسلام صادق كل شوية حاجة جديدة في الزمالك، زميل عزيز وصديق ومكسر الدنيا وزملكاوي على فكرة، وهاني زملكاوي، اشمعنى عبد الناصر زيدان؟ عايز افهم يعني. تاسنام صادق كل دقيقة على صفحته قبل برنامجه بيعمل سبق وانفراد في ملف الزمالك. محمود فؤاد زملكاوي كل شوية في الوطن يكتب يدمر في الزمالك، ما زعلنيش ليه منه؟ منتصر الرفاعي الراجل هو محسوب على المعارضة، بيأيد تأييد بما يرضي الله، ما قالش كده حد قال له شكرا؟ لا، ما لازم تصيب كلمة وتطلع منها انك انت كافر. ومحمد مهدي طبعا بيخافوا منه، دافع تماما عن الزمالك ده يا باشا، انت بيخافوا ده زي ايه ده بيخافوا منه ده. فإلى ضيوف الأعزاء وربنا يهدي الجميع.